بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أعرفك أن اسمي خالد بن هاشم الشعيبي، موظف لدى شركة بهوان الهندسية في قسم الام اي بي. طبعا عملت شركة بهوان الهندسية ورشة عمل مبادرات تطوير مهارات الشباب العمانية. راح نعرفكم اليوم خطوة بخطوة كيف قمنا بالعمل، وجزاهم الله خير شركة بهوان ما قصروا معنا. بس حن بالبداية نعرفكم، طبعا كل يوم صباح عملنا ناتي ناخذ ورقة العمل من عند المهندس، فيها ادوات العمل وطريقه العمل اللي مطلوب لهذا اليوم. طبعا راح نبدا خطوه بخطوه. الخطوه الاولى يكون تنظيف الانسليشن الدك، تنظيف الدك اسرع شويه. بعد تنظيف الدك ياتي شخص لقياس الدك. روح بس دايركت فوز عني، انتوا صبروا شويه. طبعا بعد قياس الدك كامل واخذ قياساته، ياتي قص الانسليشن اللي هو الصوف العازل الحراري، وهي طريقه خطوات قص الانسليشن. طبعا تاتي المجموعه الثانيه اللي هو تركيب الاستيكرات. الاستيكرات طبعا عندنا اللي هو على حسب طول وعرض الدك. طبعا ناخذ اللي هو على الكورنل 10 سنتي مسافه، ثم نركب استيكر، وما بين الاستيكر والاستيكر 30 سنتي. وراح نعلمكم خطوه بخطوه. طبعا انت ما تلاحظوا قص اللي هو يكون من جهتين فقط في البداية، يكون بداية تركيبة، لأن بعد قياس انتهى الاتجاه الثالث والرابع راح تزيد في على حسب حجم الانسليشن الموجود معك. كل ما تكلمنا قبل ما بين كل مسافة كورنر يكون 10 سنتي، وبين كل استيكر واستيكر 30 سنتي. نحتاج تثبيت الاستيكر بشكل احسن، فيكون معنا دريل مشين والربت والربت جن. بعد ما نركب الاستيكر نثبتهم بشكل صحيح بالادوات الثانيه، وراح نوريكم اللي بعد. الخطوه اللي بعدها نحتاج تثبيت الاستيكر بشكل صحيح، راح نستخدم دريل مشين والتسكير اللي هو الربت، نستخدم الربت جن والربت، نوريكم. تسكير بعد عمل دريل مشين، تسكير طبعا اللي هي طريقة تثبيت الاستيكر بالربت، وهي أداة ربت جن. بعد تثبيت الاستيكرات بشكل صحيح يقوم الشباب تركيب الانسليشن في الدك. طبعا كما خبرناكم بالبداية ناخذ ورقة العمل. عندنا بعض الادوات اللي نستخدمها في كل مشروع، فاحنا راح نستخدم اللي هو الجلو او اللزق اللي هو بالارقام معنا، واحنا هذا رقم اللي هو 1088 راح نستخدمه لهذا الدك. الخطوه اللي بعدها نقوم بتثبيت الدك بشكل صحيح لكي نبدا العمل في الخطوه الثانيه، فنعمل على تثبيته على جانبين بشكل صحيح. طبعا الخطوه اللي بعد نحتاج اللي هو تكلمنا عنه الجلو، طبعا معانا بالارقام معانا هذا الجلو اللي هو 1088. ناخذ قطعه خشب، طبعا قطعه خشب لا تزيد عن 5 سنتيمتر، كان توازن ما بين الجانبين. هذه الطريقة نعمل توضيح حاليا كيف وضع الجلو. تركيب القطعة الأولى، ما تلاحظون معنا كيف طريقة تركيب القطعة الأولى. يجب أن يكون الشخص من الصوب من الطرفين، التركيب صحيح. يجب ما نعمل فراغات ما بين الجوانب. بعد تركيب القطعة نحتاج اللي هي الواشر اللي هو تغطية الاستيكر وتثبيت القطعة بشكل صحيح. طبعا للتركيب بشكل صحيح يجب تركيب اتجاهين متقابلين كي نركب بشكل صحيح. نعمل التيب للاستيكرات تغطيتهم. تركيب القطعة الأخرى بنفس الاتجاه، بنفس طريقة التركيب.
نفس الخطوات نعمل الجلو. الخطوة اللي بعد تركيب القطعة الثالثة والرابعة. هذا تركيب بشكل صحيح، عدم خروج القطعة عن القطعة الثانية بشكل. طبعا راح نثبت القطعتين هنا بكونة اللي هو بالحديد، راح نثبتهم بالحديد، بنوريكم قص الحديد بعد شوي. قص الحديد الكورنل تثبيت القطعتين، راح يكون معنا هنا هذا القطعة الحديد، راح نقصها على نفس القياس اللي نحتاجه احنا، وكنا نحتاج طبعا في كل دك 4 قطع. نقوم بتثبيت الكورنل قطعة الحديد على كل اتجاه قطعتين، نوريكم الحين. طبعا نثبت بالشريط اللاصق اللي هو التيب بنفس الطريقة السابقة، تثبيت بالشريط اللاصق اللي هو التيب. بعد الانتهاء من هذا الجانب ناخذ الاتجاه الآخر والتركيب بنفس الخطوات. ما أخبرناكم ما نعمل فراغات كبيرة ولا يكون مسافة ما بين القطعتين بشكل تقريبا يكون متواسيات بشكل صحيح. نفس الخطوات السابقة، عمل الشريط اللاصق على الاستكارات ثم الكورنل اللي هو ما بين القطعتين القطعة الحديدة، تركيبها تثبيتها بالشريط اللاصق. يجب تثبيت الكورنل بشكل صحيح طبعا من كل الاتجاهات، من الجهة المقابلة بنفس الخطوات. هذه خطوات تركيب الانسليشن، من بعدها طبعا يكون معنا اللي هو عمل البوستر اللي هو الصبغ للانسليشن. طبعا في البداية يكون معنا القماش، قياس القماش للقطعة. طبعا معنا كل ما وضحنا في البداية، معنا كل قطعة نستخدمها معنا مكتوب في ورقة العمل. بعد اخذ القطعة المحتاجة نقوم بطلاء الدك. طبعا عندنا انواع من الصبغ، وهذا النوع اللي هو 9030 AF. في البداية طلاء القطعة بشكل كامل، بعد طلاء القطعة نقوم بالطريقة الأخيرة اللي هو بلف القماش بشكل كامل على القطعة. تثبيت القطعة طبعا بالدهان أو بالسبر. طبعا الخطوة هذه الأخيرة تحتاج شوي. بعد تثبيت قطع القماش تخلص من القطعة الزائدة. الطريقة الأخيرة اللي هو دهن قطعة القماش. هذه هي كل خطوات تركيب الانسوليشن اللي هو العازل، الصوف العازل الحراري، كملته معنا كل الخطوات واحد واحدة. في ختام عملنا نشكر شركة بهوان الهندسية على مبادرتهم الطيبة لتطوير مهارات الشباب العمانيين. كل الشكر من موظفين الورشة.